الله أكبر الله أكبر مع الضمية الشام 2-1-2012 انتشال هذه الشهيدة ابنة الشهيد عدنان جمعة الذي استشهد أيضا في هذا المنزل هو وزوجته وبناته الثمانية وابنه الذي لم يتجاوز 10 سنوات. جميع هذه العائلة من آل جمعة قضت في هذا البيت إثر استهدافه بطائرة الميغ ورمي عليها قنبلة فراغية. حسبي الله.